الادويه اللي بياخدها مريض الدوامه زي ما اتفقنا ان احنا بنديله مضادات حيويه تغطي كل انواع البكتيريا مع بعض مضادات للالتهاب تورم، دول بيمشي عليهم لمده اسبوع او 10 ايام بحد اقصى بعد العمليه، وبعد كده خلاص المريض عاده مش بيحتاج ياخد اي علاجات تاني الا اذا كان عنده حاجات تانية احنا عايزين نظبطها. مثلا مريض سكر بنديله حاجه لالتهاب الاعصاب، مريض عنده خلل في الهرمونات، نقص في الهرمون الذكري فبنعوضه له، ارتفاع في هرمون البرولاكتين بننزله له، مريض كان بيشتكي ان عنده نقص في الرغبه فبنديله حاجه تزود الرغبه عنده، مريض عنده مشكله في الاوعيه الدمويه فبنديله حاجه توسع الاوعيه الدمويه. لكن في الاول وفي الاخر المريض عاده هو بيعمل عمليه الدوامه عشان يتخلص من العلاجات ويتخلص من الادويه. فمريض الدوامه مجرد ما عمل العمليه خلاص كابوس الادويه والمنشطات والحاجات دي كلها بتنتهي تماما، ويقدر يمارس حياته لسنين طويله بعد كده بدون ما يلجا لاي ادويه منشطه، اللهم اذا كان عايز حاجه بس تزود الرغبه معاه او تاخر القصف او. لكن معظم المرضى عندنا بيجي بعد العمليه مش محتاج اي علاج خالص، حتى لو كتبنا له شويه فيتامينات بيمشي عليها شويه اسبوعين ثلاثه او شهر وبعد كده بيوقف.